ليش هيك عملت؟ غوركان، بس هذا الكتاب اللي بإيدك غالي علي كتير، طبعة خاصة. هلا هاي هي طلعت قصتك؟ أنا بعتذر كتير لأني أزعجتك وأزعجت لك كتابك الخاص، أنا آسف. وهي رجعته، أوكي؟ وأنا ما كنت بعرف. بعتذر منك. بس طبيعي كتير إني أعمل هيك، البنت بتشتغل عندي وخلال وقت شغلها المفروض إنه هي بأمانتي. هيك ما بيصير، هاي الحركات والسخافات ما بتصير ببيتي. ايه مثل ما عم قلك، عم يتصرف بطريقة كتير غريبة، وعلى فكرة حتى مع ضيفه هيك، مو بس معي. لا تهتمي بهاي القصص، خلصي شغلك ورجعي. ايه ماشي، بس رفيقه حباب على فكرة، لطيف وبيحكي مو مثله. أما السيد سينان تصرفاته مو مفهومة، فجأة صرخ علينا، والله متنا من رعبتنا. ما بدها هالقد، الزلمة لمس الكتاب ما عمل فيه شي ليعصب لهالدرجة. بس لتخلصي حديثك عملي لي قهوة وجيبيها لعندي، وبعدها روحي على البيت. اليوم ما عاد بدي شيء. يلا بحكي معك بعدين. تتذكر أيام المدرسة الداخلية؟ أيامها كمان كنت غامض، ما حدا كان بيعرفك إذا متضايق أو مبسوط أو بشو عم تفكر. لما الكل كانوا يروحوا لعند أهاليهم بالعطلة، أنت كنت تضل لحالك بالمدرسة، ولما يرجعوا يبلشوا يحكوا مغامراتهم وكل واحد يشرح قديش انبسط وفرح مع عيلته، فلما يجي دورك تقول أنا كتير منيح هيك. بس أنا كنت بعرف إنك ما كنت منيح، وإنك كنت تشتاق لعيلتك. هذا صار ماضي ونسيت هديك الأيام. ايه مزبوط، هاد صار ماضي وكتير بعيد. لك شايف وين صرنا؟ كل واحد مننا صار عنده أشغال وأعمال. ها، وعلى هاي السيرة يا ريتني ما حكيت على الأشغال والأعمال، هاي تذكير إنه عندي اجتماع بكرة. آخ يا سنان آخ، هيك لك. أنا بكرة في عندي اجتماع كتير مهم، وبعد الاجتماع راجع على أزمير. إمتى اجتماعك؟ ما بعرف، بظن شي الساعة 10. كنت بدي أقول لك أي نور، أي ساعة بتجي؟ ما بتجي بكرة، قصدي كانت طالبة إجازة ويمكن وافق لها. على خير، سلم لي عليها. ايه الله يسلمك. انا في عندي كم شغلة رح انهيهم، فايت على غرفتي، انت خود راحتك. اوكي ماشي، يعطيك العافية. رسمي بالتعامل، بس عم يبعث لي رسالة بهالوقت؟ بكرة تعي بعد الساعة 11. ليش بعد ال 11 يا ترى؟
سيد سنان، بكرة في عندي غسيل وكوي، لازم اجي بكير وإلا ما بلحق شغلي. أجليهم وعمليهم بيوم تاني، اللي عم بقوله بيصير وبلا نقاش. أنا اللي بشتغل عندك، لهيك ما بحق اللي أعترض. بسيطة، هلأ ما رح أعمل قصة. ماشي، هو هيك بده وأنا هيك رح أعمل. ماشي سيد سنان، تصبح على خير. وانتي بخير، هيك بيكون أحسن.